ب 150 جنيه. اي قطعه تيشرت مستورد ده النهارده على 100 جنيه. اكيد وما اتعرضش في ولا فيديو من اللي عندنا. الشغل اللوكس المستورد موجود كمان يا جماعه على 100 جنيه. 150 جنيه اللي هي ب 150. والله العظيم الخامات حلوه قوي. ده كله كل ده النهارده على 150. 125 جنيه يا جماعه. النهارده معانا على 100 جنيه. كل ده النهارده على 150 جنيه. من 3 ل 5 اكس عامل 25 بدل 258 جنيه زي ما انت شايف. دي سنجل لكرا كل ده ب 100 جنيه. حتى نفاذ الكميه حتى نفاذ عندي اكتر من 6 موديلات. ده ب 125 جنيه. ده ب 150 جنيه برده. الوانها كلها يا جماعه 80 كيلو عامله معانا 100 جنيه. ب 150 لحد 10 اكس ب 170. شباب الجديد المستورد طالون من دول ب 200 معانا على 120 جنيه يا جماعه. على 100 جنيه ده عرض حلو قوي. كل ده النهارده على 200 جنيه 10 اكس صح؟ ب 85 جنيه. مقاسات خاصه على 125 75 وخد يا جماعه ب 125 جنيه. حاجه برده سنجل لكرا زي كده قط. تبصوا التشكيل كل ده ب 125 جنيه لحد 5 ايه 200. طقم قميص وبنطلون هيبقى طقم على بعضه 350 جنيه. 50 زي ما انتم شايفين حلو قوي. قالوا الشغل اللوكس ده 250 و 230 كله مستورد. لا عليه السعر ده احنا موفرين لكم حاجات ب 125. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. ازيك يا جرجس؟ الله يكرمك. عامل ايه؟ صباح النور. الناس ربطت مكه يبقى عروض. اه طبعا. احنا النهارده عامل لكم عروض مختلفه خالص خالص عن الشغل بتاع الفيديوهات بتاعه الاسبوع اللي فات واللي قبله. تمام. وهننوه ونقول ان انا بقى عندي قناه اسمها منوعات ملابس. تمام. ادخلوا يتفرجوا عليها. على منوعات ملابس يا جماعه بينزل عليها فيديوهات برضه. تمام. النهارده القميص ده بس ده حتى نفاذ الكميه. تمام. حوالي 80 او 100 قطعه. القميص ده كتان اكس فورد. ده احنا بنبيعه ب 220 و 250 جنيه. اه كام ده؟ اي قطعه في اللي انا هعرضه النهارده هيبقى ب 150 جنيه. ب 150 جنيه. 150 حلو قوي قوي. ده النهارده على 150 جنيه يا جماعه. ده 150 جنيه. ده خلاف اللي احنا صورناه الكتان المغسول عشان بس يبقى فيه الناس تفهم برضه. ده كله جديد وما اتعرضش في ولا فيديو من اللي فاتوا. تمام. النهارده على 150 جنيه. تمام. اللي يعجبه حاجه ياخد بها سكرين. مقاسات لحد كام؟ في يعني بص ممكن تلاقي مثلا في ده ميديم لارج ما تلاقيش في اللي بعده كده. اه مقاسات مكسره. بس هتلاقي مقاساتك في معظم الحاجات. لحد 2 اكس مثلا؟ لحد 2 اكس. تمام. تسلم ايديك. كل ده ب 150 جنيه. الشغل ده مستورد يعني برده الخامه مستورده والشغل اعلى من اللوكس يعني برده. اه مش اي طحسن. خامه ولا اي شغل. لا والخامه تحفه. آه ده مش الكتان المغسول يا جماعه. لا. دي خامات تانية جديدة أعلى شوية. الشغل وده ب 150 جنيه. الشغل ده زي ب 220 وب 250 اللي أنا عرضه بالظبط. بس دول كده كانوا آخر شوية في المصنع فأنا ضغطت عليه خدت فيهم ساعة. تمام. عشان نكرم المتابعين. الله يخليك. كل ده النهاردة على 150 جنيه يا جماعة. 150 جنيه. تسلم إيديك بكل عروض. ده موديلات مختلفة. ده عباية. دي كده أنا عاملها مخصوص النهاردة عشان ماك. ده عباية على 150 جنيه برضه. وده اللي هو السواية يا جماعة. اللي فات ده. بصوا كده كل ده ب 150. تسلم إيدك حلو جدا جدا. دي عباية. ده عبايه برضو بوليفار لو بتعرفيها حلو قوي قوي. تحفه. الخامه دي الخامه دي بين السواي والكتان حاجه بالاثنين كده. وكل ده النهارده على 150. الشحن عندنا من قد ايه؟ 150 جنيه. كل ده ب 150. الشحن من بدايه قطعه بس القطعه الشركه بتاخد عليها كانك شحنت 100 قطعه فهي. تمام. فلو يجمعوا اوردر يبقى هيبقى اوفر لكم انتوا بس يعني. اللي عايز قطعه بنشحنها له. كل ده النهارده على 150 جنيه زي ما انتم شايفين. وده حلو قوي ده برضه. طب 150 ده سويت شيرت يا جماعه كده كابيشو على 150 وكم. كل الشغل اللي انا عرضه ده كل ده ب 150. تسلم ايدك. ده حلو قوي. تطريز وشكله تحفه يا جماعه. وكل ده النهارده بصوا الجمال. شغل تطريزه حلو قوي قوي. الشغل ده برضه ما بيبقاش غير في كل ده ب 150 جنيه زي ما انتم شايفين. الحاجات دي هتلاقوها في وسط البلد بمبالغ يا جماعه. النص برضه ب 150. ده 150. النص ب 150 واللي احنا شفنا منه تطريز في الوان منه على 150. 150 مشكله كده ب 150. وعايز اقول لك ده يجيب 3 اكس اللي فات ده كمان. ايوه كل ده النهارده على 150. ده 2 بالفعل يعني. ده 2 بس يجيب 3. مقاسه مرتاح قوي. لا استنى لي ده سويت شيرت ولا ايه؟ ده بسوسته وكابيشو. سوسته وجيوب. قميص سوسته وجيوب يا جماعه وكابيشو على 150 جنيه. ده جبردين. تمام. ده جبردين سويت شيرت على 150. ينفع خريفي وينفع صيفي. على 150 جنيه كل ده. لا ده مشكل. تمام. انا عايز انوه ان احنا هنا في 50 شارع الجيش فوق مترو باب الشعريه على طول. وهنصور لهم. هصور لكم برده احنا شغالين بسرعه يعني. تمام. 30 ثانيه من مترو باب الشعريه يكون في المكان. تمام. حلو قوي. كل ده ب 150 جنيه. حلو جدا. حتى نفاذ الكميه. حتى نفاذ الكميه كله على 150. يعجبه حاجه يلحق ياخد بها سكرين. بصوا المشجر والساده والنص والجبردين والكتان كله على 150. 150 بصوا كده كله ب 150 بس المقاسات لحد 2 اكس. 150 جنيه. بصوا كده ب 150 جنيه برده تحفه. ده تسلم ايدك. وده برده ب 150. بصوا ده اللي هو الزراير مليئه كده على 150 جنيه. ده حلو قوي ده.
ده زرع حاجه محترمه والله يا جماعه، حته جامده يعني تحفه والله العظيم. ده ب 150 جنيه كل ده. اللي يعجبه حاجه ياخد بيها سكرين، سكرينات يا جماعه، لان الشغل بمجرد ما بينزل في تجار جمله بتاخد، بس انا بشيله عنهم علشان بياخدهم كلهم. تمام. ده انا للمتابعين والزباين ابص فين. تمام ب 150 جنيه كل الشغل اللي انا عرضته ده كده ب 150 كل ده ب 150. طيب اللي عايز بناطيل، في بناطيل بتبتدي ب 200 220 250 200 220 250 على 10 الوان في البناطيل. اي بنطلون ب 200 جنيه، اي بنطلون ب 200 يعني لو هتاخد طقم قميص وبنطلون هيبقى الطقم على بعضه ب 350 جنيه. تمام. يلا نشوف الالوان، يلا نكمل مع بعض. نيجي معانا بقى للبناطيل. ده عرض البنطلون عشان اللي عايز طقم على بعضه، بس الالوان اللي انا بعرضها بالموديلات اللي انا بعرضها، لان في موديلات ثانيه اغلى واعلى. تمام. واغلى بنطلون عندي في فرق بين وسط البلد وهنثبت دلوقتي في المحلات البترين بال 100 وبال 150 جنيه في القطعه. فرق. تمام حلو. تمام. كل الالوان اللي هعرضها لك دي كده ب 200 جنيه. كل ده ب 200. يعني كده لو خد القميص على البنطلون هيبقى عامل قد ايه؟ هيعمل كام؟ 350 جنيه. كل ده ب 200 جنيه. اي بنطلون مقاسات ايه طيب يا جدع؟ كل الالوان المحجره من 30 لحد 40 كله ب 200، والقميص من ميديوم لحد 2 اكس، يعني مش مقاسات خاصه. حلو قوي قوي. تمام. كل ده النهارده على 200، يعني البنطلون والقميص يلبس ايه اللي هو 2 اكس؟ 200 جنيه. كل ده ب 200 يا جماعه، اي بنطلون من دول ب 200. العروض دي عشان خاطر ست مكه. الله يخليك، اتفضل. ما صورناش لينا شويه، فلازم نعمل عروض بمناسبه ان انت بتصوري معانا. تسلم لي. تيجي كده وخلاص. تسلم لي يا كل الالوان. كل ده النهارده على 200 جنيه. اي بنطلون فيهم هيبقى عامل 200 جنيه. اي بنطلون في دول يا جماعه عامل معانا 200 جنيه، والقميص عامل 150. القميص 150 350. طقم 350. بس عايز اوري متابعيني كده حاجه، دي كده المحلات الازاز. انا طبعا لا بقول اسماء ولا بقول اي حاجه، بس دي كده المحلات الازاز. بص كده الاسعار فيها، يعني بص البنطلون 520، التيشيرت ده احنا هنا نفس الخامات يا جماعه بالظبط، والتيشيرت ده عندنا منه الازرق ده ايوه برافو عليك، كده حافظه منتجاتنا. ده ب 250 جنيه احنا بنبيعه ب 415 عندنا. ده البنطلون الهاتريك اللي احنا بنبيعه ب 250 و300 ب 550 جنيه. تمام. بص ده مثلا بنطلون 475 جنيه، ده قميص 495. احنا الاسعار في فرق كتير قوي يا جماعه جدا. اقل حته، اقل حاجه في القطعه 200 و250 جنيه. تمام. ده 350 جنيه اقل حاجه كانت في المحل الباترينا ده. تمام. تمام. احنا عارضينه ب 200، ها هنعرضه ب 250 جنيه. دي التيشيرتات الحوض اللي هي اللي هي دي يا جماعه، بس على اختلاف ال هو بالظبط يا جماعه نفس التيشيرت. عندنا بكام؟ ب 230 جنيه. وفي اللي هنا في العرض كام؟ 295 جنيه. يعني ده كده اقل فرق في قطعه 70 جنيه بس. تمام. في فرق بال 100 وبال 200 وب 150 جنيه عن البكري. تمام. انا عايز اقول لهم بس ان انت هتعمل لنا جعر. دي اهي لسه جايبها، اهي لسه بنفتح فيها علشان خاطر مكه برضو. تمام. جعر. دي تيشرتات قطن. دي قطن. مقاسات كبيره 3 4 5 وجاي لي كمان منها 6 8 10. استنى لنا بقى، ده طباع وش وظهر. مقاسات خاصه بكام؟ ب 125. 125 مقاسات خاصه يا جماعه. بصوا يا الدنيا كلها لسه جايه. لسه جايه حالا. كل ده مقاسات خاصه على 125. عشان الفيديوهات اللي نزلت الاسبوع اللي فات، لا دي عروض جديده، لان احنا الشغل عندنا بنبيع جمله. تمام. وقطاع، وبنبيع لك القطاع باقل من سعر الجمله. استنى. تمام. فالجمله بتخلص الحاجات، فبنجيب شغل طول الوقت باستمرار شغل جديد. تمام. كل ده ب 125 جنيه مقاسات خاصه يا جماعه، مشكل موديلات. يعني اللي جه الايام اللي فاتت. بص تحفه. ما شافش الشغل ده. كل ده ب 125. الشغل ده لسه جاي جديد يا جماعه بالجنيه بتاعته. كل ده ب 125 مقاسات خاصه بكل الوانه، بس كله حوض. صح؟ كله حوض على 125. الماركه بتاعته زارا. زارا برده يا جماعه. ده 5 اكس اكبر مقاس. ده 5 اكس اهو يا جماعه ب 125 جنيه. بالنسبه للي عايز حاجه اونلاين ومش عارف يجي، يقيس من تحت الباط هنا لتحت الباط هنا كام سم في التيشيرت. تمام. ويقيس من اول الكمر لاخر الكمر في البنطلون. حلو. ويقول لي كام سم. كل ده ب 125. 125 جنيه. بصوا الوان وموديلات يا جماعه. حلو قوي. تسلم ايدك. بصوا التشكيل. كل ده ب 125 جنيه لحد 5 اكس. حلو قوي قوي. وده عرض النهارده يا جماعه عند ابو سيفين. عند ابو سيفين بمناسبه كمان ابو سيفين، احنا عايزين نوري لهم العنوان. هم استنوا معايا كده بس ثانيه واحده يا جرجس. بصوا كده معايا يا جماعه، انا على طول من الشباك هتشوفوا ايه. أيوة. دي محطه المترو هي يا جماعه بتاعت باب الشعريه والجامع الابيض زي ما انتم شايفين هنا. يعني ادوا ظهركم للجامع ده هتلاقونا على طول تحت الكولي بتاع الاحذيه. صح. تحت الخولي على طول بتاع الاحذيه تحتنا على طول يا جماعه. عامل لك كمان عرض على القميص الكارو ده، ده مقاسات كبيره برضو. ده كام برضو معانا؟ ده بدل 250 وبدل 220 180 جنيه. 180 جنيه مقاسات خاصه يا جماعه لحد 14 اكس. بكل الوان. كل ده ب 180 ل 14 اكس يا جماعه. 180 كل ده على 180 جنيه. اي قميص مقاسات خاصه
لحد 14 اكس على 180. تسلم ايدك. تمام 180 جنيه. كل ده النهارده على 180 كلها مقاسات خاصه. النص برده ب 180 كله على 180. استنى ان انا اخد سكرينات. طيب كل ده ب 180 يا جماعه. خدوا سكرين على المقاسات. كل ده ال 14 اكس على 180 جنيه. الفيديو كله عروض النهارده. بصوا كده معانا كل ده ب 180 لحد 14 اكس. 180 رزق اللي يلحق بقى نص وكم على 180. اللي عاجبه حاجه ياخد بيها سكرين. خدوا سكرينات. وفي لينك تليجرام هسيبه لكم في اول تعليق. تمام. لان استحاله اجيب لكم الشغل موجود كله. ده مقاسات خاصه اللي معروض ب 495 جنيه. اه اللي هو ده يا جماعه بالظبط. هو ده. استنى لنا بس كده. عامل كام عندنا؟ 250 بدل 400 وكسور ب 250 جنيه. ده اللي احنا شفناه دلوقتي مع جرجس على الموبايل. 3 4 5 حلو قوي. 250 250 كل ده ب 250 لحد 5 اكس. تسلم ايديك. لحد 5 اكس ب 250. واللون ده حلو قوي على فكره اللي معاك ده. 250 جنيه تحفه. ده برده كل ده ب 250 لحد 5 اكس يا جماعه. رزق اللي يلحق. 250 جنيه بكل الالوان بتاعته برده. بالوانه كلها برده. كل ده ب 250 جنيه لحد 5 اكس. تسلم ايديك. عايز اقول لكم الشغل ما شاء الله اللهم بارك كتير. انزلوا في التعليقات كده وحدوا الله وصلوا على النبي ولايك الفيديو. انا هاجي لك انا كده عشان الاضاءه. بصوا بس عشان اضاءة البلكونه مش هتبين لكم اللون كويس. الروزيتا بتاعت الترنج الرياضي. تمام تمام. حلو قوي. الترنجات الرياضي عامله دي نفس الخامه بتاعت الترنجات الرياضي قوي. الترنج الرياضي هي اصلا هي عامله كام؟ ده في منه. استنى اخد سكرين على قطعه. في منه سمول. ده مقاسات خاصه. في منه سمول لحد 5 اكس. ال 5 اكس يلبس مثلا 180 كيلو. تمام. عامل كام؟ القطعه هتبقى ب 100 جنيه. ب 100 جنيه. لا استنى لي اخد سكرين. ب 100 جنيه. دي يا جماعه تلبس لحد 100 وكام؟ ده السمول ده يلبسني انا 90 كيلو. الاكبر مقاس لحد كام؟ لحد 5 اكس. ال 5 اكس يلبس 100 جنيه. ب 100 جنيه. مرتاح ب 100 جنيه. عايز اخد سكرينات. طيب. اهي هلبسها لك. بصوا اهي يا جماعه. دي النهارده معانا على 100 جنيه. ده عرض حلو قوي. أيوة. دي اللي هي الروزيتا يا جماعه الرياضي ب 100 جنيه. دي اللي اسمه معلش امسك لي المقاس الكبير كده يا جرجس. جاب لك المقاس الكبير. اه في اللي هي البنفسجي دي كبير باينه معانا برده. بصوا ده الكبير بتاعها. اه تجيب معانا 180 كيلو يا جماعه. اه تجيب 180 كيلو. عامله معانا 100 جنيه نفس القطعه اللي جرجس لابسها على طول. أيوة بس المقاس الخاص بتاعها. انا لابس فيها سمول. تمام. كل ده ب 100 جنيه. بكل الوانها. بصوا كده الرياضي معانا تلبس 180 كيلو على 100 جنيه. حلو قوي قوي. يعني الموديل ده يلبس 180 كيلو يا جماعه على 100 جنيه. ركزوا معانا الاسعار دي لمتابعين يوميات مكه. كل ده ب 100 جنيه وبس. استنى لي اخد سكرين على مقاس خاص. نعمل نجري نجري. كل ده النهارده معانا على 100 جنيه. تلبس 180 كيلو ب 100 جنيه يا جماعه. عايزكم برضو يركزوا في الاسعار ويركزوا في الحاجات اللي تتعرض. تمام. عشان في حاجات ثانيه اغلى. اغلى. لان انا بحب المصداقيه وبحب الزبون اللي يجي يبقى جاي على الحاجات اللي شايفها. تمام. ما يجيش مثلا يمسك حاجه ثانيه. ايه ده ما انت قايل ب 100. لا لا خدوا سكرين يا جماعه. لو جيت مسكته ده ب 230. تمام. بس زي ابو 350 اللي معروض في البترين. تمام. كورولا ب 230. يعني انا بحب اركز لكم على قطعه بالسعر ليه؟ عشان ما حدش يختلط على الامر والله. أيوة بالظبط. كل ده النهارده ب 100 جنيه. تلبس 180 كيلو بالوانه كلها. انا ما عنديش مشكله الزبون يجي وما يشتريش عادي. تمام. بس عندي مشكله انه يجي ويمشي زعلان. تمام. او يجي مثلا في دماغه ان كل المكان ب 100. لا 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 في اسعار. انا موفر لك كل الاسعار. ده اللون الجديد كمان يا جماعه على 100 جنيه. الخمال. ده اللون اللي هو الكيوي ده ب 100 جنيه. وما تنسوش تشتركوا في قناتي بقى منوعات ملابس. عمال يفكركم. كل ده ب 100 جنيه النهارده في قناه منوعات ملابس يا جماعه. بقت تخص المكان هنا. تخص البيت السوداني وابو سهيل. بتوجهات مكه هي اللي شجعتنا ناخدها. لا والله انت كلك خير يا جرجس والله كلك ذوق. كل ده النهارده على 100 جنيه. دول ب 100. ده تمام. عرض تاني. ده تاني. تيشيرتات مقاسات ميديم لارج اكس 2. تمام. الخامه بتاعته براسوله قطن وخامته محترمه قوي. قوي. اه تسلم ايدك. خامته محترمه برده. كم معانا النهارده؟ اي قطعه النهار. هتبقى ب 125. 125 ده براسوله قطن يا جماعه ب 125. للي عايز حاجه ساده موجود. للي عايز برده كل ده ب 125 بس الخامه تحفه يا جماعه. استنى لنا بس كده لحد 2 اكس. قرب لهم الخامه برضه. بصوا والله تحفه. هم مش هيحسوا بخامه زي ما انا ماسكاها. وانا بس والله العظيم الخامات حلوه قوي. ده كله ب 125 جنيه. حلو قوي. الوانها تحفه. كل ده النهارده على 125 جنيه. الالوان بتاعتها متوفره. تسلم. كل ده ب 125. تمام. تسلم ايدك. حاجات اوفر سايز. الاوفر سايز نفس الكلام. استنى ناخد سكرينات بكام الاوفر سايز؟ ده ب 200 و230 برضه النهارده في العرض ب 125 جنيه. 125 بدل 230. ايوه حلو قوي. اوفر سايز. حتى نفاذ الكميه. كل ده ب 125 جنيه اوفر سايز يا جماعه. حلو جدا جدا. 125 تحفه. كل ده ب 125 جنيه. رزق اللي يلحق. واللي جاي ده موديل تاني خالص. كل ده اوفر سايز على 125 جنيه.
125. حلو قوي ده برضو الموديل ده، تلبيسه حلو يعني. تمام. انا البس فيه لارج، هو حلو قوي لحد 2 اكس. كل ده ب 125 يعني يلبس اللي هو 3 اكس في العادي. ايوه مظبوط. بصوا الاورنج برضو كل ده ب 125 جنيه بالوانه يا جماعه، ودي كلها عروض النهارده. تمام. في خامات زي السنجل ليكرا المستورده بالظبط، سنجل ليكرا مستورد. ده كده تصنيعنا احنا. حلو قوي ده برضو. اه ده بدل 230 و250 هيبقى 180 جنيه. ده ب 180 جنيه. دي اللي هي السبليميشن صح؟ ايوه مصر. تمام على 180. في كل الوانه. كل ده على 180 جنيه، طبق وش وظهر. كل ده يا جماعه الشباب الجديد المستورد ب 180 جنيه. حلو قوي. 180 جنيه. بصوا الجمال. كل ده النهارده على 180 جنيه. الشغل الشبابي اللي بتلاقوه في وسط البلد بمبالغ. احنا ورينا لهم. تمام بالاسباب كله بالمستندات. كل ده النهارده على 100 وكام؟ كله بالمستندات. 100 وكام؟ 180. تمام تسلم ايدك. بصوا معانا برضو شراويل. ده شروال قضيبه، ده هديه كده، احنا مش عايزين فيه فلوس. كام؟ ده بدل 200 جنيه وبدل 150 وبدل 100 هيبقى 85 جنيه. ده ب 85 جنيه، مقاساته لحد كام؟ كميه، ده اول مقاس فيه 3. 3 اكس اول مقاس؟ 3 اكس هيبقى واسع عليا انا. تمام، لحد كام اكس يا جرجس؟ 3 4 5. عامل 85؟ اه، في منه اسود وفي منه كحلي. تمام، اللي هو ده يا جماعه لحد 5 اكس ب 85 جنيه. لو عايز مقاس اصغر هيبقى كحلي بس. 85 برضه. 75. تمام. واللي عايز مقاس كبير قوي ما شاء الله اللهم بارك. بس. ب 85. ب 85 جنيه لحد 5 اكس. كده اه، معانا الشراويل بثلاث اسعار. 75 و85. بس 85 و75. 75 و85. مقاسات ميديم لحد 2 اكس ب 75، من 3 لحد 5 ب 85 جنيه. تمام تسلم. ده برضه حتى نفاذ الكمان. تمام. جينا مكان تاني ونكمل العروض بقى. عرض كمان مقاس خاص. تمام. اي قطعه ب 125 جنيه. ب 125 جنيه مقاسات خاصه يا جماعه، لحد كام اكس؟ لا كتير، ده اول مقاس فيه 2 اكس في ثالث مرحله. يعني ثالث مرحله يعني ال 2 اكس ده مثلا تقولي اكتر خمسه. خمسه. اه. في حلو قوي. في ثلاثه وفي اربعه. حلو قوي، يعني يلبس معانا ايه زي 8 10 اكس؟ لا يلبس. 10 اكس صح؟ يجيب لحد 10 اكس يا جماعه النهارده على 125. ايوه 125 جنيه، في منه اربع الوان. كل ده معانا على 120 جنيه يا جماعه، يلبس لحد 10 اكس. اه اربع الوان. تمام اربع الوان. يلبس معاك لحد 150 160 كيلو. يلبس 150 كيلو على 125 جنيه. تمام. في التيشيرت البولو. بولو الياقه مقاسات خاص. تمام. في منه من 3 اكس 4 5. الحاجات دي اساسيه في كل فيديو بتلاقيها لانها عامله زي العيش. تمام. وعمليه جدا في الشغل. مساوير في اي حاجه بتبقى حلوه والناس كلها محدش بيستغنى عنها. تمام. عندنا من 3 اكس لحد 5 اكس ب 170، 6 8 10 ب 200. يعني موجود لحد 10 اكس ب 170 اول مرحله، والمرحله الثانيه على 200. ايوه. و10 ولا 200؟ 200. تمام. حلو قوي قوي. في كل الوانها. كل ده معانا لحد 10 اكس يا جماعه على 170 جنيه اول مرحله، وثاني مرحله لحد 200 جنيه. تمام؟ حلو قوي. كل ده على 170 جنيه زي ما انتم شايفين. المرحلة الصغيرة الوانها كلها يا جماعة. تمام. 5 6 7 كل دي الوان ليه يا جماعة؟ 9 الوان. 9 الوان. الالوان بتاعتها مش وفرة. 9 الوان على 170 جنيه. تمام. بالنسبة للي عايز قميص القمصان ام 350 وام 400 اللي احنا وريناها اللي احنا شفناها من شوية. كريم بالظبط. تمام. كل في عندي أكثر من 6 موديلات نص كم بكل الوانها. 3 4 5 اي قطعه هتبقى عامله 250 جنيه. 250. الخامات بتاعتها قطن. لحد 5 اكس يا جماعه، الخامات حلوه قوي. قطن برضو عشان برضو اللي جسمهم عامله 250. مش بيحبوا الحاجه تكون بوليستر عشان بتحررهم. تمام. كل ده ب 250 يا جماعه مقاسات خاصه. ده موديل مثلا بالوان. حلو قوي، الوانه كلها متاحه زي ما انتم شايفين. تمام. اه ده موديل في منه اربع الوان. كل ده ب 250 زي ما انتم شايفين. حلو قوي، الوانه كلها تحفه. تمام. الموديل زي كده برضه في منه الوانه. كل ده على 250 ركزوا. تمام، كل ده ب 250 جنيه. تمام، تسلم ايديك. مش عايز الهواي موجود السادة بكل الوانه برضه. كل ده ب 250 جنيه مقاسات خاصة يا جماعة، شغل لوكس ومستورد. على 250. تمام. للي عايز الشغل المقلم. المقلم. أول مقاس فيه لبسني أنا. تمام. في منه أربع ألوان برضه. عليكم السلام. عامل كام معانا؟ 250 لحد كام اكس؟ 250 جنيه. انت اللي بتتكلم في التليفون جاي منين؟ من مصر. ايوه جاي منين؟ بلدك ايه؟ اجور الصغرى. اجور. 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 اجور الصغرى. اجور. اجور. ايه اجور دي؟ بيتهيألي اليوبيه. اليوبيه. تمام، منور الدنيا. الله يخليك. في حاجه زي كده برضه، دي سنجل ليكرا. دي سنجل ليكرا. اه 3 4 5. تمام. دي مقاسات خاصة برضه للي مش عايز حاجات شغل بسيط، في طباعة ورا وقدام. عامل كام معانا؟ كل الموديلات.
كام معانا المقاسات الخاصه؟ 6 موديلات بدل 250 هيبقى 200 جنيه. ده ب 200 جنيه مقاسات خاصه كله. كل ده مقاسات خاصه على 200 جنيه. الحمد لله على السلامه يا بنوك والف سلامه عليك. الله يكرمك. مش عايز الحوض فيه لياقه مقاسات خاصه برده. كل الوانه برده. من كام اكس ال من 3 لحد 6. من 3 ل 6 اكس كام برده؟ ده اصغر مقاس يا جماعه. دي حلو قوي دي. ايوه دي خامه اسمها بسكوت سنجل لتر. ده بسكوت يا جماعه بس محمله قوي. كام ده؟ دي عامله 250. ده ب 250 ده اللي هو ثواني يا جرجس. أيوة. من 3 ل 5 اكس عامل 250. تمام. حاجه برضو سنجل ليكر زي كده قطن. تمام. مطبوع برضو مقاسات خاصه من 3 ل 5 ب 250. ب 250 برضو. الوانه كتير يا جماعه على 250. أيوة. مقاسات خاصه. جنيه. وده برضو كده ب 250 جنيه. ليكر يا جماعه ب 250 كل ده مقاسات خاصه. حاجه زي كده ب 250 جنيه. بصوا عامله زي اللي بنا معاكم 250 جنيه ما شاء الله اللهم بارك. وابنوك معذبه يا جماعه معاكم. بندي نبذه ان بص انا عايزه اجيب لكم السيدان. عندنا مقاسات كبيره. بصوا كده ما شاء الله اللهم بارك لحد كام اكس ده؟ اي حد ان شاء الله يحتاج اي حاجه في. طب وده كام معانا ده يا جرجس؟ سعره كام؟ ده احنا عاملين عليه عرض حتى نفاذ الكميه 125 ده ب 125 جنيه حتى نفاذ الكميه. بصوا كل ده ب 125 جنيه يا جماعه ما شاء الله عليه. لا وقطان يا جرجس الخامه شايفاه قطن تحفه. انا لو قعدت من هنا لبكره اصور في الموديلات مش هنخلص. مش هنخلص يا جماعه. عايز اديكي نبذه كده سريعه عن برضه الموديلات الاولادي. الاولادي؟ الاولادي دي كنا بشغالين فيها ب 150 و170 جنيه. النهارده؟ ب 125 جنيه. 125 ده لحد المحيرات؟ الخامات برضه محترمه. 125 جنيه يا جماعه. انا عايزه اجي لك كده عشان الاضاءه مضيعه خالص ملامح التيشيرت. بصوا كل ده النهارده ب 125 يا جماعه. باشكالها كل ده لحد المحيرات على 125. دي كانت بتتباع 185 بيتهيألي ولا صح؟ على 125 النهارده. كل ده ب 125. الياقه ب 150 جنيه اللي محتاج برضه. الياقه ب 150. كل ده ب 150 جنيه الياقه يا جماعه يلبس لحد المحيرات زي ما انتم شايفين. 150 كل ده النهارده ب 150. باشكاله والمطرز والمطبوع كله على 150 الاطفالي برضه. تسلم ايدك على 150. حلو قوي ده. كل ده ب 150 جنيه. تمام تسلم. عايزين نقول برضو ان عندنا الشغل اللوكس المستورد موجود برضو اللي هو ده. بص ده كام؟ 375 جنيه اهو. 375. تمام تمام. 295. 295. تمام. كل الشغل ده 295. كل الشغل موجود. كل الشغل ده اهو. هو ده بالظبط. هو ده الموجود يا جماعه. وبيعرضوه في البتارين وبيحطوا على حته 200 و250 جنيه. الله يرزق الناس. انا بوفر لكم فرق. تمام. ما بقولش هو الله يرزق الناس كلها. تمام. انا بوري لكم بس الفرق في الاسعار. يعني النهارده عندنا بكام؟ كده 250 230 جنيه. يعني كل الشغل اللوكس ده 250 و230 كله مستورد. كل ده مستورد يا جماعه على 225 و250 230 و250. اي قطعه تيشيرت مستورد 230 و250. واللي غالي عليه السعر ده احنا موفرين لكم حاجات ب 125. الفيديو النهارده كان للعروض بس يا جماعه. تعبتك معايا يا جرجس. شكرا جدا على الفيديو ده. عايزين نقول لهم العنوان تاني. العنوان تاني يا جماعه هو هيتصور لكم حالا وهينزل لكم بعد ما اخلص من تحت كمان عشان يبقى اوضح. دي محطه مترو وباب الشعريه. اول ما تخرجوا هتلاقوا على طول الخولي بتاع الاحذيه في وشكم اللي انا فوقه دلوقتي. وهتلاقوا كمان جنبكم الجامع الابيض. ادوا ظهركم لكل ده هتلاقوا على طول في وشكم مكتب ابو سيفين. وهسيب لكم العنوان متصور من تحت هينزل لكم حالا. بحبكم في الله واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. ايه بقى العنوان؟ احنا واقفين دلوقتي قدام محطه مترو باب الشعريه وده مكتب ابو سيفين اللي عملنا منه الجوله النهارده. اقرب محطه مترو هتكون محطه مترو باب الشعريه يا جماعه. بصوا اللي قدامكم دي محطه مترو باب الشعريه. اول ما هتخرجوا على اليمين على طول هتلاقوا مكتب ابو سيفين تحت مطعم على طول تحته مطعم الوليد. بصوا ده مكتب ابو سيفين فوق زي ما انتم شايفين كده. اللي جاي من اتجاه بقى ايه؟ محطه مترو باب الشعريه. اللي جاي بقى من شارع الجيش من اوله واللي جاي من محطه مترو العتبه من المسكي الاول من اي مكان جاي فيه من اتجاه العتبه هيبقى جاي من الاتجاه ده. تنزلوا مترو العتبه تسالوا على اول شارع الجيش اللي عنده كوبري الازهر ده وتفضلوا ماشيين ومكملين بقى لبعد مولت سيبس لحد ما توصلوا لحد محطه مترو باب الشعريه اللي انا واقفه قدامها دلوقتي. بص دي محطه مترو باب الشعريه زي ما انتم شايفين وده مكتب ابو سيفين موجود فوق زي ما انتم شايفين في الدور الاول علوي تحته صلاح الخولي وتحته مطعم وليد. واللي جاي من الاتجاه الثاني ده هيكون جاي من ميدان باب الشعريه يا جماعه. اللي جاي من ميدان باب الشعريه يكون جاي من هنا. اللي جاي من اخر شارع بورسعيد من بعد مول بانوراما ويلف من عند ميدان باب الشعريه هيبقى جاي برده من هنا لحد ما يوصل عند محطه مترو باب الشعريه اللي انا واقفه قدامها زي ما انتم شايفين دي. بصوا محطه مترو باب الشعريه تحت كده قدام باب العماره هتلاقوا مطعم وليد على اليمين وصلاح الخولي على الشمال. بصوا دي يافطه صلاح الخولي زي ما انتم شايفين
وفي محل برضو شنط اسمه دبليو ام كده، هنكمل ونمشي بس بعده كده على طول. وفي مصر العمار برضو للكيماويات زي ما انتم شايفين، وده مطعم وليد مشهور ومعروف جدا طبعا، قدام محطة مترو باب الشعرية. هندخل مدخل العمارة اللي جنبه على طول ونطلع دور واحد، الدور الاول علوي. انا بديكم العنوان بالتفصيل عشان ما تسألوش اي حد خالص يا جماعة. المكتب كله لوكس ومستورد، مقاسات خاصة لحد تلبس لحد 120 و130 كيلو، ما شاء الله اللهم بارك، شغل كتير موجود في المكان. انا بس جبت لكم نبذة سريعة، وبينزل شغل جديد على طول. بحبكم في الله، ما تنسونيش في لايك وشير ودعوة حلوة كده في التعليقات، وما تنسوش اللايك يا جماعة، بيشجعني يخليني اعمل لكم جولات كتير. يلا انزلوا حالا بقى اضغطوا لي لايك. بحبكم في الله واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله.